العواصف الرعدية تحيط بهذه الطائرة وهي من طراز 747 بوينغ، وهي تظهر هنا بصدد الاتجاه نحو مصيرها المشؤوم في أفغانستان، ولكن الطقس ليس العامل الوحيد الذي أدى لسقوطها. وزن الطائرة يمكن أن يؤثر في مسار طيرانها، ويجب تركيز وزن المواد المشحونة عليها بما يتوافق مع محورها لتحافظ على توازنها، وفيما لو تحركت المواد المشحونة فإن ذلك يمكن أن يفقد الطائرة توازنها. ومع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان فإن الولايات المتحدة تعمل على نقل مواد ثقيلة الوزن عبر الطائرات. مع إقلاع طائرة البوينغ 747 من باغرام صوب دبي نقلت معها 5 سيارات مسلحة تزن كل منها 13 طنا بحيث تثبت جيدا في مكانها، لكن إذا ما قطعت سلسلة إحدى السيارات فإنها ستؤثر بوزنها على غيرها. قد يتساءل المسافرون في المستقبل عن اختلاف هذه الطائرة عن أي طائرة يمكنهم ركوبها. هذه طائرة 747-400 وهي طائرة شائعة الاستعمال وتعتبر ذات معايير سلامة ممتازة، ولكن الوزن عامل مهم سواء كانت الوجهة سياحية أم عسكرية. وحتى حين نقلت الطائرة من النوع ذاته مركبة فضائية تابعة لنازا فإن وزنها لم يتعد 227 طنا، ولكن في الرحلات العادية يمكن للوزن مع الركاب وأمتعتهم والطعام المقدم إليهم أن يصل وزن الطائرة إلى 360 طنا. وتصل دقة شركات خطوط الطيران لدرجة أنهم يضيفون عددا من الكيلوغرامات في فصل الشتاء ليأخذوا بعين الاعتبار الأحذية والمعاطف الشتوية الثقيلة.